حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العربية والمحلية والدولية، ونبدأ بالعناوين. من موقع الهيئة: لضمان تزويرها الأحزاب الحالية ترفض الإشراف الدولي على الانتخابات المقبلة. في المدى نقرأ: الكشف عن صفقة فساد كبيرة ببناء 1500 مدرسة في العراق. وفي شفق نيوز: توقف إصدار البطاقة الوطنية العراقية لمدة أسبوع. في موقع يقين نت: انهيار القطاع الزراعي في البصرة يسبب بسبب زيادة المشاريع النفطية وقلة الحصص المائية. أما في الشرق الأوسط فنقرأ: وفاة 58 طفلا في مخيم الهول السوري بسبب سوء التغذية والرعاية. وفي موقع عربي 21: باحث ليبي حفتر مطلوب لمحكمة أمريكية بهذا التوقيت. في صحيفة التايمز: تردي الوضع الاقتصادي يدفع لبنانيين لبيع كلياتهم. يواصل الكاتب جاسم الشمري سلسلة مقالاته عن السرطانات في العراق، حقيقتها وتداعياتها، إذ يقول: بعد أن خصصنا الجزء الأول من دراستنا المختصرة عن السرطانات في العراق للحديث عن السرطانات في محافظة الأنبار الغربية، سنحاول هنا إتمام كلامنا عن السرطانات في المدينة المنكوبة الثانية وهي البصرة الجنوبية. فلنتابع تفاصيل. البصرة كما هو معلوم هي مدينة الصبر والتحديات خلال مراحل الحرب الإيرانية العراقية، ثم في مرحلة المواجهة مع القوات الدولية خلال معارك الاحتلال الأمريكي البريطاني البغيض في العام 2003. ولقد عانت البصرة منذ أكثر من عقدين من جملة من الكوارث الإنسانية، وفي مقدمتها كارثة السرطانات. تنوعت الأسباب التي أدت لكارثة البصرة السرطانية كما هو الحال في غالبية مدن العراق، ومن هذه الأسباب الحروب والإهمال الصحي وغياب الخطط العلمية الهادفة للتقليل من تنامي السرطانات في البلاد والتناحرات السياسية والحزبية وغيرها. وسبق لمدير مستشفى البصرة التخصصي للأطفال الدكتور أسامة عمر أن أكد بأن محافظة البصرة تتصدر إصابات السرطان في المحافظات الجنوبية، تليها ذي قار وميسان ومن ثم المثنى. وقد كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر بأن البصرة تتصدر مدن العراق بتسجيل الإصابات بالسرطان، إذ بلغ معدل الإصابات الشهرية عام 2020 ما يقارب 600 إلى 700 إصابة، وهذا ينذر بكارثة صحية خطيرة في المحافظات الجنوبية. وعلى الجهات أن تتعاون مع وزارة الصحة لمساعدة المرضى. وهكذا تستمر ماساة السرطانات الصامتة التي تهدم كيان الوطن والناس. للحديث عن حقيقة السرطانات وتداعياتها إذن في البلاد، لنا بقية حديث وراي. في موقع مجلة الجاردينيا قال الكاتب أكرم عبد الرزاق المشهداني: أوقفوا التعذيب وحاسبوا المسؤول وأنصفوا الضحايا. فلنستمع إلى تفاصيل ما جاء في المقال. أعادت قضية الشاب في محافظة بابل الذي اعترف نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه في قسم مكافحة الإجرام، اعترف بأنه ارتكب جريمة قتل زوجته، وتبين أنها لم تقتل وأنها على قيد الحياة، قضية أثارت استهجان الرأي العام. وأعادت موضوع التعذيب في مراحل التحقيق إلى الواجهة، رغم أنه انتهاك خطير للعدالة ولحقوق الإنسان وتضليل لأجهزة العدالة التي لا نبرئها من المسؤولية في تفاقم هذه الممارسات اللا إنسانية. أستغرب الحملة الإعلامية التي يشنها قضاة ومحامون ضد الشرطة وتحميلها لوحدها مسؤولية أفعال التعذيب، متناسين دور القضاء سواء قضاة التحقيق أو قضاة الجزاء،
في تمرير قضايا واعترافات مشوبة بالتعذيب، وما كان لرجال الشرطة أن يستمروا بهذا الفعل لولا القضاء الذي ينصاع لهم ويصدر الأحكام والقرارات دون أن يدقق أو ينتبه لآثار التعذيب على المتهم المدان باعتراف انتزع بالتعذيب. وفي كثير من الأحيان يتجرأ المتهم المعترف فيخبر المحكمة أن الاعتراف انتزع منه بالتعذيب، لكن المحكمة تتجاوز ذلك وتصدر قرارها بناء على أوراق الشرطة. وها هي اليوم المعتقلات والسجون مليئة بالآلاف ممن حكم عليهم بالإعدام وبغيره من جرائم اعترفوا بارتكابها تحت وطأة التعذيب. إن مسؤولية تفاقم التعذيب وانتشاره لا تتحملها الشرطة وحدها، بل يتحملها معهم القضاء ويتحملها أيضا المحامون. التعذيب جريمة ضد القانون وضد الإنسانية وضد الشرع الحنيف، ومن مساوئه الكبرى أنه يؤدي إلى إدانة بريء، وبنفس الوقت يؤدي إلى إفلات مجرم حقيقي من العقاب الذي يستحقه. التعذيب فإن التعذيب جريمة من الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، وجريمة لا تسقط بالتقادم، بالرغم من أن العراق قد انضم لهذه الاتفاقية ونص دستوره على حرمة التعذيب، ولكننا شهدنا وما نزال نشهد في أروقة التحقيق كيف أن اعترافات غير صحيحة تنتزع بالإكراه والتعذيب من أبرياء أدت إلى تدليس القضاء وخداعه بأدلة زائفة. عن كوميديا الدم الإيرانية في العراق، طرفة هادي العامري وضحكاته. كتب محمد السلطاني مقاله في صحيفة النهار اللبنانية قائلا: يستظرف هادي العامري زعيم تحالف الفتح أحد الأجنحة السياسية لمجموعات الحشد الشعبي في أثناء حديثه عن الانتهاكات الحكومية وميليشيا الحشد بحق العراقيين، فيدعو الناشطين المهجرين من مدنهم إلى التخفي عبر ارتداء كمامة كورونا إذا أرادوا زيارتها واللقاء بأسرهم سراً وبعيداً عن بنادق المسلحين الذين هم في الغالب مسلحون. وبرغم أن أحداً من الحضور لم يضحك لهذه العبارة التي أطلقها العامري بنية الاستظراف والتفكه، ملتفتاً إلى الجمهور الذي لم يجد فيما يقوله العامري ما يضحك، ولكن إلا أن هناك ضحكاً وبكاءاً كثيراً ما يسمع في هذه الأيام في بغداد. أن تكون متهماً بسلسلة عمليات تصفية واختطاف وتعذيب تستدعي أن يتلثم المدنيون بالكمامات هرباً من سلاحك، فهو بالطبع، والحديث هنا عن أطباع البشر الأسوياء، أمر لا يدعو للضحك إلا بالنسبة إلى العامري والمقاومين من حوله. خلال الساعات الماضية تفاعل الآلاف مع فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة لأحد الناشطين قبل أن يغادر بغداد، حيث سجل المتظاهر محمد فاضل باكياً مقطع فيديو أمام نصب التحرير وسط العاصمة وهو يودع بلاده ببضع كلمات دان فيها الميليشيات بأسمائها، وهي عبارات رغم بساطتها إلا أن النطق بها وفق شريعة العراق يستلزم مغادرة البلاد، حيث لم يتمكن الناشط من نشر الفيديو إلا بعد أن تجاوز جسده الحدود العراقية. وتماماً كما يريد العامري، هناك الآن بالفعل بين أزقة بغداد ومدن الوسط والجنوب من يتلثم بالكمامة متذرعاً برغبته في الوقاية من كورونا ومخفياً هدفه الحقيقي في الإفلات من رصاصات قوى السلاح السياسي في انتخابات العراق المزعومة. أطنان من السلاح ومثلها من المال، وبينهما الكثير من الاغتيالات والتهجير والتعذيب وانتهاك موارد الدولة للتوظيف السياسي والطرائف المتشحة بالدماء التي يطلقها القادة. وبرغم ذلك يصر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أن تجرد العملية الانتخابية من أبسط شروطها، هي مجرد نواقص. لا ينبغي أن تؤخر العراقيين عن التجمهر أمام مراكز الاقتراع لاختيار الأصلح من بين كومة المسلحين أولئك.
لا تكمن خطورة الانسداد بحسب تعبير الكاتب الذي يتسبب به تعنت الطبقة السياسية في النظام السياسي العراقي في حرمان الشعب من حقه في التغيير والتمثيل السياسي العادل وتحسين أوضاع المعيشية فحسب، إنما في أن عملية النواقص هذه تحظى برعاية من منظمة الأمم المتحدة وعلى أعلى مستوى، متمثلة بحلقة التطبيع الكبرى بين النظام العراقي والمجتمع الدولي مبعوثة الأمم المتحدة جينيف بلاسخارت، والتي لم تجد في فوضى الاغتيالات والمال السياسي ما يدفعها إلى مراجعة قرارها والتوقف عن تشجيع القوى السياسية. كتب غريك موتيت مقالا في موقع جاكوبين، جاء فيه: بمجرد بدء الحرب عملت الولايات المتحدة وبريطانيا بجد طوال مدة الاحتلال لتسليم العراق إلى شركات النفط الكبرى. بدأ هذا بمهمة التأكد من أن العراقيين المناسبين كانوا يديرون وزارة النفط وكتابة مخطط لمستقبل الصناعة، حتى أن البريطانيين استأجروا مديرا تنفيذيا سابقا لشركة بريتش بتروليوم لصياغة عقود العراق التي ستوقع مع شركات كشركة بريتش بتروليوم، على الرغم من أن هذه المبادرة أخفقت في النهاية. أحيانا ينتابني تساؤل عما إذا كان توني بلير قد اقتبس من وينستون تشرشل عندما قال عن حرب العراق في عام 2003 إن نظرية مؤامرة النفط هي بصراحة واحدة من أكثر النظريات سخافة. ففي عام 1920 خاطب تشرشل البرلمان البريطاني قائلاً: إن فكرة وجود دافع نفطي وراء حملة بلاد ما بين النهرين البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى كانت سخيفة للغاية، بحيث لا يمكن قبولها قبلها بست سنوات، وبصفته اللورد الأول للإمبريالية دافع تشرشل عن نصف تأميم شركة النفط الإنجلو-فارسية التي سميت لاحقاً بي بي، والتي كانت حديثة اكتشاف النفط في بلاد فارس إيران الآن، إلا أنها كانت تتطلع إلى التوسع في بلاد ما بين النهرين المجاورة أي العراق. كان هدف تشرشل تأمين الوقود لأسطول البارجة التابعة للبحرية الملكية. لم يعد الوصول إلى النفط عاملاً حاسماً في الحرب، حيث يمكن لأي جيش آخر شراؤه أيضاً. أصبحت النتيجة هي أن الاستراتيجيين الغربيين لا يحاولون كثيراً الحصول على النفط بأيديهم أو بأيدي شركاتهم، لكنهم يسعون بدلاً من ذلك إلى الحفاظ على إمدادات عالمية وفيرة ورخيصة، حيث يمكن أن يؤدي النفط الباهظ الثمن إلى شل اقتصاداتهم. ولتحقيق هذه الغاية يهدفون إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في حقول النفط من أجل تعزيز التدفق. ففي وقت حرب العراق كانت ثلاثة أرباع النفط العالمي ممنوعاً على شركات الوقود الإحفوري، حيث فضلت الحكومات إدارة صناعاتها النفطية داخلياً. من دون شك فقد صاغت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة خططا لتأمين مصالحهما، ففي الأشهر التي سبقت الحرب عمل كل من مشروع مستقبل العراق التابع لوزارة الخارجية ومجموعة تخطيط البنية التحتية للطاقة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية على تفاصيل صناعة النفط العراقية المستقبلية مع الشركات الأجنبية المسؤولة متعددة الجنسيات. نشر صحيفة التايمز تقريراً عن ظاهرة بيع الكلى البشرية لمواجهة المصاعب الاقتصادية في لبنان، والذي واجه أزمة متفاقمة منذ سنوات. إن العديد من اللبنانيين يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية ولكن بأرقام هواتف صحيحة لمشاركة بيانات تثبت سلامة أعضائهم بهدف تسويق بيعها. وبعد أن كان بيع الكلى محصوراً إلى حد ما في أوساط اللاجئين السوريين في لبنان، فإن الضغوط المتراكمة باتت تدفع مواطنين إلى هذه الممارسة، وفقد الكثير من اللبنانيين واللاجئين وظائفهم أو انهارت قيمة رواتبهم التي كانت تصرف بالعملة المحلية. وتشهد الليرة اللبنانية انخفاضاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي،
ويقول اللاجئ السوري الشاب بشار جمعة أحمد للصحيفة إنه مضطر لبيع كليته رغم عمله كطاه في مطعم، لا سيما وأن قيمة أجرته تراجعت فعلياً من 1700 دولار شهرياً عام 2019 إلى 300 دولار حالياً رغم ازدياد عدد ساعات عمله. ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، وهم يقبعون بحسب الصحيفة في أدنى السلم الاجتماعي منذ أكثر من عقد، فيما وصلوا إلى مرحلة الفقر المدقع جراء الأزمة الأخيرة، وصولاً إلى تفشي ظاهرة بيع الكلى مقابل مبلغ يتراوح بين 6000 و10000 دولار، ما لم يتعرضوا للخداع. هذا وقالت فريدة يونان منسقة المشاركة للمنظمة الوطنية اللبنانية للأعضاء البشرية والتبرع وزراعة الأعضاء، قالت إن اللاجئين السوريين يسألون بشكل مستمر عن بيع كلياتهم، في حين يزداد البحث حاليا بحث اللبنانيين الفقراء عن ذلك أيضا. نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت، قال فيه إنه عندما أصبح جو بايدن رئيسا فقد افترض كثيرون أن إدارته ستدير علاقات أمريكا مع الدول الأخرى بطريقة جيدة، وأن عصر دبلوماسية تويتر سينتهي، وفهم من شعار بايدن أمريكا عادت أن الدبلوماسية ستحل محل القوة العسكرية بصفتها أداة مفضلة للسياسة الخارجية الأمريكية، وهو بالضبط ما يريده الشعب الأمريكي. ولكن ما الذي جرى؟ فلنتابع التفاصيل. هناك جوانب معينة من أداء بايدن مقلقة، مما دفع عدداً من المراقبين إلى إجراء مقارنات مع سلفه، فلم تصل المحادثات مع إيران إلى نتيجة بسبب مزيج من الشك المتبادل وصعوبة الجانب الإيراني وخجل الإدارة نفسها. ورهان الآن هو أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق جديد. في الواقع يبدو أن بايدن يتجه نحو نسخته الخاصة من الضغط الأقصى، وهي استراتيجية تمت تجربتها مراراً ولم تنجح أبداً، ويمكن أن تكون شراكة أمريكا والمملكة المتحدة وأستراليا الجديدة خطوة مهمة نحو الحفاظ على توازن ملائم للقوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ولكن هل كان من الضروري حقاً تجاهل فرنسا في هذه العملية؟ يبدو أنه تم بذل القليل من الجهد لتهدئة المشاعر الفرنسية مسبقاً. إهمال مثل هذا الذي يرقى إلى سوء تصرف الدبلوماسي كيفما نظر إليه. ابتداءً انتهى زمن أحادية القطب، ونحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب غير متوازن. وكما فهم منظرو العلاقات الدولية منذ فترة طويلة، فإن العلاقات بين القوى الكبرى في التعددية القطبية هي بطبيعتها أكثر تعقيداً وعرضية، ويصعب إدارتها من العلاقات في القطبية الثنائية أو الأحادية. فمع وجود أكثر من قوتين رئيسيتين، فإنه من غير المرجح أن تصطف مصالح الجهات الفاعلة المهمة بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها، كما إن الأخطار المزدوجة المتمثلة في التخلي والوقوع في الشرك تصبح متوقعة بشكل أكبر. أفضل مثال على هذا هو موقف ألمانيا الغامض، فمن ناحية برلين ملتزمة بشدة بحلف شمال الأطلسي الناتو، ولا زال القادة الألمان يولون أهمية كبيرة لوجود علاقات قوية مع أمريكا، ولذلك كان هراء ترامب بالفض وتجاهل المستشار أنجيلا ميركل شخصياً مقلقين لهذا السبب على وجه التحديد. ولكن من ناحية أخرى ترفض برلين الاصطفاف بشكل كامل وراء موقف أمريكا تجاه روسيا والصين، لأن بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا والحفاظ على سوق التصدير في الصين يخدم المصلحة الوطنية الخاصة لألمانيا. و
ومن أخبارنا المنوعة في الصدى، في إسبانيا شكلت الصهارة الصلبة الناجمة عن حمم بركان كومبري فييخا المتدفقة إلى المحيط الأطلسي دلتا، يزيد طولها عن 500 متر، وتشكل دلتا الحمم عن طريق تصلب هذه الحمم البركانية عند ملامستها الماء، إذ تجري عملية التبريد والتدمير، وبالتالي تستقر هذه الأجزاء في قاع البحر وتشكل سطحاً غير متجانس بحسب موقع RT. وأعلن مجلس الوزراء جزيرة لابالما منطقة كوارث في إسبانيا، وأطلق حزمة من المساعدات الاقتصادية والاجتماعية تضمنت أكثر من 10 ملايين يورو للأسر التي خسرت منازلها هناك. قبل الختام هذه وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى لنا صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.